أهلا بكم في صدى أقلام جديد، نرصد فيه أبرز ما كتبت الصحف العراقية والعربية والدولية، ونبدأ بعد الفاصل. تحت عنوان العراق والعرب أين المشروع الإيراني والصهيوني، كتب يحيى السنبل مقالا نشرته صحيفة الميثاق الوطني، يقول فيه: رغم العداء المعلن بين ملالي طهران والكيان الصهيوني، إلا أن هذا الكيان هو المستفيد الأكبر من المشروع الإيراني وتهديداته الأقطار العربية التي هرولت بإعلان التطبيع والتخلي عن فلسطين للاحتماء بالكيان الصهيوني من خطر المشروع الفارسي الذي لم يكتفي بالعراق وموارده. وبالرغم من الدعم الدولي الكبير للهيمنة الإيرانية على العراق والمنطقة وتوزيع الأدوار لإيهام المواطن العربي الذي تقع على رأسه كل الويلات، إلا أن الشعب يعي جيدا حجم التآمر والغدر الذي يقع عليه ويسجل ذلك في حساباته وللأجيال. فإيران اليوم تفقد رصيدا كبيرا من الشيعة الذين انخدعوا لعقود طويلة بالنظام الإيراني. تحملت إيران فضلا عن جرائمها جرائم كل الأطراف المعادية للشعب العراقي، وأصبحت إيران ونظامها الإجرامي في نظر شعوب المنطقة نظاما إرهابيا مجرما تحت رعاية أمريكية. ما قامت به إيران من جرائم وانتقام بحق العراقيين ووفاء لتعهداتها لأمريكا والأنظمة الأخرى جعلها منبوذة من قبل الشعب العراقي وشعوب المنطقة، وأصبحت إيران غير قادرة على ضبط إيقاع أحزابها وميليشياتها في العراق حتى تفجر الخلاف بينهم على المناصب والنفوذ ومحاولة الاستحواذ على مقدرات الدولة تحت مسمى ثورة محرم التي أطلقها مقتدى الصدر بدخوله البرلمان والاعتصام حوله، وهي انعكاس لحالة الخلاف القائم بين الحرس الثوري الإيراني من جهة وجهاز اطلاعات ووزارة الخارجية الإيرانية التي يتطابق مشروعها وفق رؤية بعض الأنظمة العربية ويتناغم مع الموقف الأمريكي الذي يريد مشاركة بعض الأنظمة العربية لإيران بالسيطرة على موارد العراق تحت مسمى الاستثمار لمكافأة هذه الدول وإعادة ما قدمته من أموال لحملة بوش في احتلال العراق، في الوقت الذي يرزح الشعب العراقي تحت سيطرة السلاح المنفلت والبطالة التي سادت أوساط الشباب، إضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود والسلع الضرورية. يقول الكاتب إبراهيم الزبيدي: لم تكن المذبحة التي دارت في المنطقة الخضراء في الأسبوع الماضي بين قادة البيت الشيعي الإيراني المنقسمين إلى صدرين وإطارين سوى واحدة من سلسلة معارك متواصلة دائرة بينهم منذ سنوات، معلنة أحيانا ومستترة أحيانا أخرى وحسب الظروف، ويبرر كل فريق منهما خصومته مع شقيقه بالدفاع عن الحق والطائفة والدين، ثم يجعل قتلاه شهداء ولهم الجنة، وقتل خصمه خونة ولهم النار. ولكن الحكومة ليست وحدها التي تتحمل مسؤولية مسلسل الموت العراقي المستديم، بل تتقاسمها معها الأحزاب والمدارس والجامعات والصحافة ومنظمات المجتمع المدني بسبب سكوتها وتواطئها مع السياسيين الماكرين الماهرين في استثمار غباء الأغبياء وجهل الجهلاء وغفلة المغفلين، بعكس ما يحدث في الدول التي تحترم نفسها وشعوبها التي يكون أهم أولوياتها الحفاظ على حياة مواطنها صغيرا كان أم كبيرا، غنيا أم فقيرا، من أي عرق وأي طائفة وأي دين. في سجلات حكوماتنا العراقية المتعاقبة منذ عام 2003 وحتى اليوم مئات الآلاف من موتى أدخلتهم أحزابهم وميليشياتهم في قوائم الشهداء،
ولو دققنا في هوياتهم وتواريخ اغتيالهم أو شنقهم أو إعدامهم رميا بالرصاص منذ عام 2004 وحتى اليوم، لوجدنا أن 3/4 ضحايا جارنا الإيراني المسلم الشقيق، إما بكواتم ضباطه السريين الإيرانيين الداخلين إلى العراق بدون علم الحكومة، وإما برصاص وكلائه الولائيين وصواريخهم ومسيراتهم ومفخخاتهم التي لا ترحم. ولأن لنا في كل عام ثورة أو انتفاضة من أجل الحرية والكرامة ولقمة العيش، فإن عشرات من شبابنا وأحياناً مئات يتساقطون اغتيالاً أو اختطافاً أو اعتقالاً لأنهم هتفوا بحرقة إيران برة. ثم تسجل كل هذه الجرائم ضد مجهول. بعبارة أوضح، إن الشعب العراقي المصمم على الخلاص من الاحتلال يدفع الثمن الباهظ لحريته بالتقسيط، ثم لا يتوقف القتل والاغتيال ولا يخرج الاحتلال. فماذا لو هب الشعب العراقي كله بعماله وفلاحيه، بأطبائه ومهندسيه وضباطه وجنوده، بعلمائه ومفكريه وشعرائه وفنانيه مرة واحدة، وخاض معركة المصير مع الشقيقة إيران؟ حذر تقرير أمريكي من تراجع صادرات النفط العراقي بسبب الاضطراب السياسي المتصاعد، لافتاً إلى أن الاحتجاجات في البلد قد تؤدي إلى حذف 1,000,000 برميل في اليوم. ذكر تقرير لموقع أويل برايس لأخبار الطاقة والاقتصاد ترجمته صحيفة المدى أن معدلات صادرات النفط العراقية القياسية قد تتعرقل بسبب الاضطراب السياسي المتصاعد الذي تشهده البلاد، في وقت أشار فيه بعض المحللين إلى خطورة تأثير هذا الوضع على إنتاج البلاد للنفط وتقلصه بمعدل 1,000,000 برميل باليوم. وتابع التقرير الذي أعدته الخبيرة الاقتصادية فيليستي برادستوك من جامعة برمنغهام البريطانية الوقت الذي لن يكون فيه لعدم الاستقرار السياسي أي تأثير يذكر على الصناعة النفطية للبلد، فإن تزايد الاضطراب يهدد جانب الانتاج النفطي للعراق، فضلا عن تحديات أخرى تواجه القطاع النفطي. وأشار إلى أن سجل الخط البياني لصناعة النفط العراقية تصاعد إيجابيا خلال الأشهر الأخيرة بوصول معدلات الانتاج لما يقارب من 4,000,000 برميل باليوم بمردودات مالية بلغت قيمتها 11 مليار دولار. العراق يمتلك احتياطيا نفطيا يقدر بحدود 145 مليار برميل من النفط الخام، مما يجعله خامس أكبر دولة نفطية في العالم. ولفت التقرير إلى أن النفط الخام يعد مصدرا حيويا مهما لاقتصاد العراق، حيث تشكل عوائده النفطية نسبة 90% من دخل البلاد الوطني. وأكد أن التوترات السياسية المتزايدة التي تعم البلاد تضع الآن هذه التوجهات الإيجابية لقطاع النفط في نطاق التهديد. وأوضح التقرير أن الصراع تمركز حول معركة السيطرة على السلطة السياسية ما بين أحزاب شيعية متنافسة، كل منها يسعى للاستحواذ على الجزء الأكبر من ثروة البلاد النفطية وهيمنة سياسية أيضا في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف التقرير أن الصناعة النفطية العراقية وبينما بقيت غير متأثرة على نحو كبير من حالات اضطراب سياسي سابقة، فإن التصعيد الأخير الذي شهد عنفا من شأنه أن يضع هذا القطاع تحت التهديد. يستعرض المركز الفلسطيني الدراسات الإسرائيلية مدار نبوءات النهاية الإسرائيلية بسبب صراعات داخلية في تقرير جديد تحت عنوان قصة الماضي الذي في المستقبل. خراب إسرائيل سيأتي من الداخل، وبذلك تتوقف عند تهديدات خطيرة سبق أن حذرت منها جهات إسرائيلية، من أبرزها خطاب رئيس إسرائيل السابق رؤفين ريفلين المعروف بخطاب الأصباط في مؤتمر هرتزليا للمناعة القومية عام 2015. شدد فيه على أن خلافات الإسرائيليين الداخلية أشد خطرا من التهديدات الخارجية ومن قنبلة إيران.
وعن تبريرها كتابة هذه المقولة هنا تشير الدكتورة هنيدة غانم لازدياد الحديث في إسرائيل خلال العقد الأخير عن أنها تواجه صراعات داخلية عميقة تهدد وجودها وتعيد أغلب الكتابات هذه الصراعات إلى الاستقطاب الداخلي الشديد على خلفية الصراع الديني العلماني والشرقي الغربي، منوهة بأن الصراع الأخير حصل أيضا في الصراع الأيديولوجي بين معسكري اليمين الجديد الشعبوي الذي يقوده بنيامين نتنياهو ويجمع تحت مظلته المتدينين من التيارات الاستيطانية المتزمتة والحريديم وتيارات واسعة من الشرقيين ومعسكر وسط يسار علماني. الكراهية المجانية التي تشكل بحسب رئيس وزراء إسرائيل الأسبق إيهود باراك التهديد الوجودي الحقيقي على مستقبل إسرائيل، والتي أشار إليها في مقالته التحذيرية التي نشرها في 8 من شهر مايو/أيار عام 2022 في صحيفة يدعوات أحرنوت، ومما جاء فيها: ليس الإرهاب ولا الفلسطينيين ولا حزب الله ولا إيران النووية، إن العدو الأخطر هو الصدع الداخلي، التحريض، التعصب والانقسام. هي ذاتها الكراهية المجانية التي تسببت بتدمير عالم اليهود السابق بحسب الحكايات الموروثة. وحيال السؤال، هل ما زال بالإمكان إنقاذ إسرائيل من ذاتها؟ كيف يمكن أن يتم ذلك؟ يعتقد كثيرون أن الوقت أصبح متأخراً وأن إسرائيل دخلت إلى طريق النهايات الأكيد. هذا ما يعتقده ميخائيل الذي كتب في مقالة متشائمة: أنا يهودي منفوي فخور، قريباً سنجلب على ذاتنا الخراب والمنفى. من جهتي كتب إرشيل أن إسرائيل تنزع نحو حرب باردة يمكن أن تتطور إلى حرب أهلية حقيقية على خلفية التوتر الشديد بين العلمانيين والمتدينين. نشر صحيفة الجارديان تقريراً أعدته زينب محمد صالح، قالت فيه إن عائلات ضحايا الثورة بعد عام 2018 وأثناء الانقلاب في عام 2019 تخشى أن تؤدي خطط الحكومة العسكرية لدفن حوالي 3000 جثة لم تتم استعادتها من المشارح إلى طمس أي دليل على تورط الميليشيات العسكرية في قتل دعاة الديمقراطية. وأعلنت الحكومة في الأسبوع الماضي عن خطط لحفر مقابر جماعية، حيث قال مدعي سوداني عام بارز إن المشارح مزدحمة في وقت تتحلل فيه الكثير من الجثث ويجب إزالتها، إلا أن التحرك أغضب العائلات والناشطين الذين قالوا إن الخطة ستدفن الحقيقة وتطمس ما تبقى من أدلة حول المتظاهرين الذين يعتقد أنهم قتلوا بعد انتفاضة عام 2018 والانقلاب العسكري للجيش عام 2019 والذي أطاح بالرئيس السابق عمر البشير. ومن المتوقع أن يجلس المسؤولون في الحكومة مع مسؤولي الأمم المتحدة وعائلات المفقودين للنقاش حول ما يجب عمله. وكانت السلطات قد أغلقت في شهر أيار مايو مستشفى في الخرطوم بعدما تم الكشف عن تحلل أكثر من 1000 جثة بسبب الحر. وقال المسؤولون إن هناك نحو 1300 جثة أخرى تم الاحتفاظ بها في مستشفيين بالعاصمة. وقال طيب عباس المحامي ورئيس لجنة التحقيق في الأشخاص المفقودين التي أنشأتها الحكومة الانتقالية عام 2019 إنه يجب تحديد هوية كل الجثث ودفنها في قبور منفردة. وقالت نقابة الأطباء السودانيين في بان: بالنظر لانتهاكات حقوق الإنسان التي مارستها سلطات الانقلاب وتفاعل القضاء مع ضحايا الثورة وشهدائها، فنحن نقرأ هذا على أنها محاولة لدفن الأدلة القاطعة عن القتل المنظم الذي قامت به قوات البلد وتدميرا للعدالة. وللكاريكاتير أسلوبه الخاص في نقد الواقع.
وثائقي الكوكب المتجمد لبي بي سي يعود بصور فريدة ولقطات حية للانهيار الجليدي. استخدمت السلسلة الجديدة من حلقات برنامج الكوكب المتجمد طائرات بدون طيار عالية السرعة للتحليق على طول الجدار الدقيق للثلوج المتساقطة في انهيار جليدي، وصورت لقطات حية لنمور سيبيريا النادرة وهي تطارد فرائسها، واستخدمت أجهزة الميكروسكوب لتصوير الجليد وهو يتشقق. وبعد أكثر من عقد من الزمان من صدور السلسلة الأولى، يعود الجزء الثاني من البرنامج الوثائقي الكوكب المتجمد مستخدما تقنية جديدة لمنح مشاهدي بي بي سي نظرة ثاقبة وغير مسبوقة للحياة في أبرد أجزاء كوكبنا، والتي يتعرض الكثير منها لتهديد كبير بسبب تغيير المناخ. استغرق الأمر من وحدة التاريخ الطبيعي في بي بي سي 4.5 سنوات من التصوير في 18 دولة مختلفة لإنتاج البرنامج المكون من 6 أجزاء، واستخدمت أجهزة الميكروسكوب في تصوير تكسير الجليد تحت أقدام بطاريق الإمبراطور الصغيرة أثناء قيامها برحلة إلى البحر. ودخلت وحدة التاريخ الطبيعي في بي بي سي في شراكة مع خبراء التصوير الفضائي لتوثيق ذوبان الجليد الكبير على نطاق عالمي. من المقرر أن يعرض هيكل عظمي متحجر لديناصور عاش قبل 150 مليون سنة للبيع في مزاد علني خلال شهر أكتوبر المقبل. وعرض خبراء فرنسيون الهيكل العظمي هذا الأسبوع في باريس للإعلان عن بيعه في المزاد الشهير المقبل. ويعد هذا المزاد الثاني من نوعه على الإطلاق الذي يتم فيه بيع هيكل عظمي لديناصور متحجر من قبل دار سوثبي. ولا زال الرقم القياسي العالمي لأعلى ثمن دفع في متحجرة لديناصور هي 31 مليون دولار، وكان ذلك في مزاد على الانترنت في عام 2020 وبيع لمشتر خاص. وقال غريغوري إريكسون، وهو أستاذ في علم التشريح وعلم الأحياء القديمة والفقاريات في جامعة ولاية فلوريدا، إنه يشعر بعدم الارتياح لأن متحجرة تاريخية يمكن بيعها مقابل المال. أهلا بكم من جديد، تابعوا معنا هذه المادة الفيديوية التي اخترناها لكم من مواقع الصحف. مثل ما معروف يعني شبه عالميا صار معروف انه كفر حمام بلد التين، منبع التين. الارض، طبيعه الارض هي الاكبر برهان بدل على انه بصحه التين بارض كفر حمام. بالفيتامينات، غني بالسكر، سكر الطبيعي طبعا، يعني انسان معه سكري فيه ياكل تين عادي طبيعي طبعا، مش بكميات كبيره، لانه حتى الانسان جسمه السليم وبياكل بكميات كبيره ممكن يتاثر كثير. اكثر شيء الفوائد الموجوده بالتين اليابس، التين المجفف. التين هي فاكهه صيفيه، بتبلش بتموز، يعني 10 تموز 15 تموز بتبلش الموسم، وبيتحوش مرتين بالجمعه، وفاكهه كثير طيبه مفيده، كان عم تاكلها خضراء او مجففه. هذا التين الشتوي، وهذا اللي بنسميها محجيله، مهم كثير بحواش التين. يعني مثلا هذا عيل ما في طاله لحتى اقطف كوز التين، بتحط المحجيله وبشده هيك لعندي على رواق وبقطف كوز التين. على المزارع ما حدا بطلع فيه، لا الدوله ما حدا بطلع فيه كليا، هو بيتكل على حاله وعلى نفسه بس، ابدا دوله ابدا. التصريف ما بتصرف الدوله، هذا مواد كيماوية ما بتعطي، أرش للدواء غاز ما بتعطي،
نحن دائما بنعاني من هجوم الخنزير على التين، بيكسر بالتين، بياكل وبيكسر، يعني مش انه بس بياكل، يعني بيكسر، وهذا كثير بيخسر المزارعين بها. لذلك بنجرب نحط له بعض الشغلات لتبعده، يعني بخاف منه تبعده عن التين. افضل تين بالشرق الاوسط، يعني عملوا عليه اختبارات كبار المزارعين وعم ينبيع عنا هون بكفر حمام بارخص السعر. ما حدا مهتم، ولا حدا، ولا معامل تعليب ولا توظيف ولا شيء. نحن عم نعمل اتفاق لحالنا. نحن حطينا التينات بالطنجرة هون على موقف الحطب لحتى نوفر بالنسبة للغاز بالتكلفة العالية كتير، فهي هي الطريقة الأوفر والأحلى والأضمن لحتى نعقد التينات. أشكر لكم حسن المتابعة، أستودعكم الله.